بعدين انا ما عندي مشكله ايه ما عندي مشكله، بس انت شايف هلا في مشاكل كثير عندي. ايه شو بدي اقول لك؟ جابوا احسن ما يضل ابو سليم. بقول لك ماني رايح. ولك روح من شان الله بلا مشاكل. ايش يدي؟ عم بدي اتفشو؟ يلا سوري. ليكي خذي الحكي مني. ايه ها؟ هذا يعني ما حدا رح يدرى في شيء بنوم، ما شيء بنوم لا، واللي صار رح يضل بيناتنا. فوتوا! شو صار؟ بعدين نحن ما بنقدر نفوت على بيوت العالم هيك من الباب للطاقة. في اصول. الشغلة مو سايبة في اصول. دورية إخراج. اوكي. خذي وقتك فيها. اوكي. اوكي. مو كل الحكي لإله. اوكي. ستيل. لك هذا مهيوم. اي والله بس ليش هيك عم بتطالع عم بيركض؟ لك عم تستنى لحتى فوت على الكراكون. اوكي اوكي. هي مو ظابطة، بنوب مو ظابطة. مرت ايه. وما بقى رجال غريب يقعد مع مرت اخي فيه. شو قلت؟ ثلاثة اكشن. واحمد ما عندك طبخه. لك قل له امشي. امشي يا بيبي. ثلاثة. مين احنا ما عم نقارش حدا الله يرضى عليه. ساوي اس. اس. ثلاثة. بسيط هذا. اضرب شاي. رجال غريب يعيش مع مرت اخي فيه. عفوا هون شو؟ والا قسما عصبا بهد البيت على روح يا بيروح وما بيصير الا مثل ما بدك. روح عدوا اشربوا شاي مره ثانيه ان شاء الله على بيت عامر.